مهندس صناعات غذائية، خريج 84 جامعة المنصورة. بدأت أفكر في النشاط من سنة 2000. اشتغلنا فيه كده على القد بالراحة، يعني واحدة واحدة كده. اشتغلنا محلي 2018، جهاز تنمية مشروعات بدأت الفكرة بتاعت المبادرة. رحنا للناس قالوا لنا لو أنت عايز تصدر، عايز توسع نشاط، احنا مستعدين نساعد. فعلا الناس ادونا قرض وبدأوا يتابعونا يعني. فبدأنا على طول اشتغلنا في نشاط التصدير، الحمد لله بنصدر دول الخليج بالكامل وأمريكا، وبنطلع كندا برضو. كان عندي ابني كان مهندس زراعي برضو في صناعات غذائية، فكان دخل برضو في موضوع يعني شجعني على الحصول على الدخول مع جهاز مشروعات، وفكر في دخول انه يخش على الوايت ليست بتاع الهيئه القوميه لسلامه الغذاء. فبدأنا نشتغل في الموضوع، احتاج طبعا تمويل، هم ساعدونا برضو عشان نجيب جهاز كشف المعادن، وعشان نبدا نتطور في المكان، وعشان نخش على الوايت ليست. الوايت ليست دي بتاهلني ان ادخل السعوديه بدون تحليل. والحمد لله احنا وصلنا لزياره الاعتماد، احنا واقفين دلوقتي على زياره الاعتماد. فبصراحه جهاز المشروعات ما كتف في كتفنا على طول في المعارض، بيبعت لنا الاستاذ احمد ابراهيم اللي ماسك جهاز المشروعات في هنا في المنصوره. اي معرض بيبعتوا لنا نعرض فيه، داخلي خارجي، فرص تصديريه، ناس واقفين معانا كويس، وعارضين علينا لو احنا عايزين نزود يدونا حاجه كمان، يعني يزودوا معانا. الناس محترمه، بداوا يشجعهم، مجرد ما طلعوا على الفكره وعرفوا ان احنا خبره في المجال بدأوا يشجعونا جامد، وقالوا لا ده اللي انت عايزه هنجيبه لك، حتى عايز أجهزة، عايز مادة خام، عايز. وبالظبط 15 يوم كنا صارفين الفلوس نقدي، وقال طالما انت خبرة اشتري اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه. استفدت من جهاز سلامة مشروعات بدورات تدريبية والمعارض الداخلية والخارجية، الناس ما سابوناش يعني، في سواء تدريب، سواء معارض، سواء دعاية وإعلان، بعتوا لنا قنوات، بعتوا لنا الإعلان بتاع المحافظة كده، يعني الناس بتشتغل معانا كويس. المشروع هو بدأ تجهيز خضروات ومخللات. إحنا بناخد المخللات، بنجهزها وبناخدها ونديها المواصفات القياسية بتاعتها، وبنطلعها لجميع دول العالم بالمواصفات القياسية. إحنا الجهاز ساعدنا برضو في الحصول على الأيزو 22000، اللي هي اعلى شهاده سيفتي غذائي موجوده دلوقتي على مستوى العالم. دي بتاهلك انك انت تطلع في اي دول من دول العالم ما انتش قلقان، المنتج بتاعك مطابق للمواصفات الاف دي اي، موافق طبق للمواصفات الخليجيه، مطابق لكله. فهي بصراحه الناس بيساعدوك في الحاجات دي، ما بيسيبكش يعني. بيتابع هل انا محتاج تمويل، انا محتاج تسويق، ففي واحد مسؤول عن التسويق وواحد مسؤول عن التمويل. محتاج تمويل بيقول لك انت محتاج نزود، محتاج جهاز نجيبه، التسويق ده شغال معارض معانا على طول. مراحل الانتاج احنا طبعا بمجرد ما قدمنا في الهيئه القوميه لسلامه الغذاء فلازم التزم بمواصفات الهيئه. الهيئه شغاله على الهسب، على نظام الهسب العالمي، ده لازم نطبقه حرفيا. ازاي؟ لازم المكان والعمال العاملين في الغذاء يكون الغذاء آمن بالنسبة لهم، يعني المكان يكون نظيف، العامل يكون نظيف، بيتعامل بمواصفات معينة أو بشغل معين بتنفذه هيئة سلامة الغذاء. لبس العامل، تدريب العامل إزاي يغسل إيده، تدريب العامل لو عنده مرض معدي بيبلغ إزاي ويروح يتعالج ويجيب جواب من هو جاي إنه يتعالج. المادة الخام بتخش على مراحل، على أماكن نظيفة، استانلس نظيف، فرز، وبعدين كل الهاي ريسك يكون خارج الملعب خالص، يعني اخرهم اللي هو جهاز كشف المعادن، ان ما يكونش فيها حته معدن، حته حديده، حته مش عارف ايه، حته ايه الكلام ده كله. درجات الحراره تكون في المخازن بتعاير باليوم وبالساعه، كل مراقبه الجوده بتشتغل على المنتج من اول يوم ما تشتغل لغايه اخر اليوم، سواء تعبئة وتغليف، سواء مواد حافظة، سواء مستلزمات، كل شيء لازم يكون متظبط بالنسبة للشغل بتاعنا. فاحنا عندنا المنتج بيدخل، بتسلم، بنستلمه، بنفحصه، نقبله أو نرفضه، قابلناه، بيخش منتج المواد الخام،
بيطلع منتج المادة الخام على الفرز، على ترابيزة الفرز اللي حضرتك شفتها دلوقتي، الفرز، وبعد كده بيطلع من ترابيزة الفرز على ترابيزة التعبئة، يتعبى، يخش على جهاز كشف المعادن، يطلع من جهاز كشف المعادن، يخش على البصرة، وتتم عملية البصرة، بعد كده بيتحط في منطقة التحضين اللي حضرتك شفتها لمدة أسبوع، بعد كده بنشوف اللي بصرته تمام، فيه أي حاجة خلل في البصرة بيعاد تاني، اللي تمام بيخش على التعبئة اللي هو التعبئة النهائية بقى في الكرتون، وتقفل وبيطلع على مخزن المادة اللي إيه المنتج التام، يطلع منه على التحميل على طول للخارج على كونتينر على طول. ده آخر حاجة بالنسبة للمنتج، بيدخل بعد التعبئة بيدخل في الجهاز كشف المعادن، بعد ما بيطلع من جهاز كشف المعادن بيخش على الايه على التقفيل النهائي على طول والبصارة. فاحنا هنشغل الجهاز، لو في اي معدن غريب الجهاز هيصفر ويوقف السير ما يتحركش. بنقوم احنا شايلين البرطمان اللي فوق اللي هو صفر عليه الجهاز ويتفضى، ونشوف ايه المشكلة كانت فيه او المعدن اللي كان فيه. هنبدا نشغل الجهاز اهوت، خلاص كده البرطمانات ديت مفيش فيها حاجه، كده البرطمانات مفيش فيها حاجه، خلاص تمام عدت، بيبدا ياخدها ايه يقفل تقفيل نهائي على طول. ان شاء الله بعد ما بناخد الوايت ليست بتاع سلامه الغذاء ديت، طبعا كانت امنيه لمحمد ابن الله يرحمه اللي هو كان مشارك فيها، فان شاء الله مجرد ما ناخدها هنبدا نخش على طول على دول ثانيه عندها سلامه الغذاء، علامه سلامه الغذاء ديت مؤشر للدخول مباشر. يعني عندك دول شرق اسيا، عندك امريكا بالكامل بتخش على الوايت ليست بدون شهاده صحيه على طول، على الهيئه القوميه لسلامه الغذاء المصري، الهيئه القوميه لسلامه الغذاء المصري تعتبر من الهيئات اللي على مستوى العالم معترف بها على مستوى العالم كله. فبمشيئه الله مجرد ما بندخل بنكثف الكميات، ممكن نخش على جهاز المشروعات يدعمنا كمان تاني بفلوس تانية عشان نكبر ونبدأ نشتغل تاني ونكبر كمية أكتر. بالنسبة للشباب، أنت طالما أهم حاجة يكون عندك الخلفية، عندك الخبرة اللازمة، خش على جهاز المشروعات هيدعمك، هتبدأ تشتغل مش هتخسر، هتكسب إن شاء الله وتشتغل كويس جداً.